تجسد هذه المغارة التي تقع في أحد مدارس راهبات الفرنسسكينيات ما حدث قبل 2000 عام عندما ولد السيد المسيح. وقد تأسست هذه المغارة في عام 1985 وبدأت تكبر تدريجياً وتلفت الأنظار إليها لأنها تحتوي على تفاصيل المغارة التقليدية التي نعرفها. مغارتنا أنا بعتبرها مميزة لأنها من أفكار وعمل المادري دانييلا، يعني هي بتشرف عليها من ما بلشت تعمل مغارة بال 85 من بدايات المدرسة. في البدايات كانت تنعمل بالريسبشن المدرسة برا، كانت مغارة بسيطة تنعمل على مدخل المدرسة. مغارتنا أنا بعتبرها دائما مميزة لأنها من عمل المادري ومساعدتها يعني معها سرقلن. المغارة هي يعني ضيف السلام اللي هو الطفل يسوع، هو اللي بيحمل لنا السلام، هو رسول السلام. يعني بيجوا الأطفال مسيحية وأسلام بيزوروا المغارة بيشوفوها بنبسطوا بأجواء العيد. وتجسد هذه المغارة الرمزية يسوع المسيح طفلاً ويوسف ومريم رمزاً للإنسانية كلها، والرعاة الذين يمثلون فئة الفقراء والبسطاء كونهم أفقر طبقات الشعوب، ويذكروننا أن المسيح هو الراعي الحقيقي الذي خرج من نسل الملك داود. كل سنة احنا بنعمل كمان بالإضافة للمغارة زي ما انتم شايفين كمان شجرة الميلاد، وبنعمل كل سنة في مسابقات الأطفال كتير بيحبوا نعملها أفضل شجرة لكل صف، يعني بيعمل أفضل شجرة لعيد الميلاد. هاي برضو بتزيد يعني خلينا نحكي بهجة العيد وبهجة عيد الميلاد. وتشخص المغارة أيضاً المجوس، وهم يمثلون فئة الأغنياء والنجمة، وهي رمز للنجمة التي هدت المجوس إلى المسيح، والملائكة الذين يرمزون إلى حضور الله الفعال بين الناس. ويبدو واضحاً أن الهدف الأساسي من هذه المغارة ليس الزينة والديكور، وإنما اجتماع العائلة حولها للصلاة في زمن الميلاد. ألا أبو حمدة، رؤية. Thank you.